بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى حل اختبار شامل للمستوى أولى ثانوي جدوى مشترك. الجزء الأول يتكون من تمرينين، الأول على 8 نقاط والثاني على 6 نقاط. السؤال: أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل. العدد ناقص جدل 81 طبيعي. السؤال الثاني: إيكغيك ناقص 3 مربع يساوي إيكغيك ناقص 5 ضرب إيكغيك ناقص 1. السؤال الثالث: مربع العدد هذا لما بين قوسين طبيعي. رابعا: جذر قوس 3 ناقص بي الكل مربع يساوي 3 ناقص بي. خامسا: ناقص 1 ينتمي إلى المجال ناقص 7 ناقص 1 اتحاد ناقص 2 صفر. سادسا: ناقص 3 5 تقاطع 5 8 يساوي العنصر 5. سابعا: العدد 3 ناقص بي بالقيمة المطلقة ناقص قيمة مطلقة ناقص بي ناقص قيمة مطلقة 7 ناقص 2 جذر 2 ناقص جذر 2 ناقص 2 جذر 2 العدد ناطق. الكتابة العلمية 640 10 قوة ناقص 2 هي 6.4 في 10 مربع. تاسعا: 2 قسمة جذر 33 في جذر 40 363 على جذر 2 ناقص 1 يساوي 2 جذر 11 زائد 2 جذر 2 جذر 22. اوكي. السؤال العاشر: ام ان عددان طبيعيان اكس اس ان زائد اكس اس ان مربع زائد اكس اس ان ناقص اكس اس ان مربع يساوي 4 اكس اس ان زائد ام. سؤال 11: العدد 667 اولي. السؤال الاخير: اذا كان ا يساوي جذر 2 ناقص 1 فان ا مكعب هو الاكبر، اكبر من ا مربع اكبر تماما من ا. التمرين الثاني مثال يتعلق بالحصر: أ و ب عددان حقيقيان أ مقسوم بين 2 3 و ب مقسوم بين ناقص 4 ناقص 3. عين حصر للأعداد التالية: 3 أ ب مربع 3 أ زائد ب مربع ناقص 2 ب أ ناقص 2 ب 1 أ ناقص 2 ب وجدر تربيعي 3 أ مربع زائد ب 3 أ عفوا زائد ب مربع قسمة أ ناقص 2 ب. هيا ركز. الحل: الإجابة الإجابة بصحيح وخطأ مع التعليق. السؤال الأول قال لك: العدد ناقص جذر 81 طبيعي. ناقص جذر 81 طبيعي صحيح أم خطأ؟ هنا ناقص جذر 81 هو ناقص جذر 9 مربع. ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 9. ناقص 9 هنا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، ينتمي إلى زد، بمعنى ناقص 9 ليس عدد طبيعي. ناقص 9 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، بمعنى الاقتراح الأول خاطئ. اقتراح رقم 1 خاطئ. مركزكم الإجابة. السؤال الثاني: ثانيا قال لك هل المساواة صحيحة؟ Y ناقص 3 مربع تساوي Y ناقص 5 ضرب Y ناقص الواحد. هنا هذا باين بلي غلط، علاه؟ باسكو Y ناقص 3 مربع تساوي Y ناقص 3 في نفسها، في نفسها باين بلي غلط. شوف لهنا، هنا واش نقول؟ Y ناقص 3 مربع بدا يساوي Y مربع زائد 3 مربع ناقص 6 Y. ها واش يساوي لي؟ يساوي ناقص Y مربع ناقص 6 Y زائد 9. زيد نشر هذا. ها Y ناقص 5 في ضرب Y ناقص 1 تساوي، ها نشر الأول معاه في زوج والثاني به بالإشارة ونشر عليه في زوج. إذن Y مربع ناقص Y ها ناقص 5 Y زائد 5. الناتجة Y مربع ناقص 6 Y. شوف هنا الرقم اللي يخرج لنا هنا واش هو؟ هو زائد 5. الاختلاف يا جماعة فيه هنا عندي واش؟ عندي 9 وهنا عندي 5. خلاص، إذن هنا هنايا المساواة مش محققة. إذن واش نقول؟ Y ناقص 3 مربع تختلف عن Y ناقص 5 في Y ناقص 1. تقدر ثاني تقول نشوف الفرق ما بيناتهم إذا كان عدو معدوم، إذا كان عدو معدوم متساويين. تكون دير الفرق هذا ناقص هذاك ما تلقاش صفر، بمعنى هذا يختلف عن هذا في زوج صفار. اوكي اوكي، واش نقول هنا؟ الاقتراح الثاني ها واش به؟ خطأ غلط.
العدد مربع العدد ده الجدر ناقص الجدر هو عدد طبيعي، يعني نربعوه ونشوف، نربعوه ونحسبوه. نهاية ركز. ثالثا مربع العدد د، باش نعاودش نكتبو سميه أ طبيعي. هاي شوف هنا نسميو العدد هذاك أ، مبقاوش واش نركبو نكتبو فيه أ وش يساوي جدر ها ناقص جدر. عندي هنا ثلاثة ناقص اثنين جدر اثنين، ثلاثة زائد اثنين جدر اثنين. كي تربع هذا مع هذا كم مربع حذاري، هذه يا جماعة ما تقولش اللون مربع ناقص الثاني مربع انتهى، هذه أي تمثل أنها متطابقة شهيرة رقم اثنين. سمانشر قول اللون مربع زائد الثاني مربع ناقصني في اللون في الثاني، أتونسيون. إذا هنا بعد النشر مربع وش يساوي؟ اللون مربع ثلاثة ناقص اثنين جدر اثنين هاك، زائد الثاني مربع هذا مربع ثلاثة زائد اثنين جدر اثنين، ومن بعد ناقص اثنين في الأول في الثاني، ناقص اثنين في الأول في الثاني. ها الخدمة كاسخون، ثلاثة ناقص اثنين جدر اثنين، ثلاثة زائد اثنين جدر اثنين، هذا مكان. هاي هنا كانت اختصارات، هذا يختصر مع هذا، الناتجة مربع تساوي ماذا؟ تساوي ستة ناقص اثنين، هنا جماعة جدر، جدر جدر في جدر، جدر أ في جدر بي هو جدر كلي. بمعنى تقدر تكتب هاك ها توزيع تلقى متطابقة شهر رقم ثلاثة جدر كلي، هذا مكان. أنا واش نكتب ثلاثة ناقص اثنين جدر اثنين، ثلاثة زائد اثنين جدر اثنين، حذاري ثلاث مرات راك تعود تجمع ستة مع ناقص اثنين تحطها أربعة، هادي ناقص اثنين يا جماعة متعلقة بالجدر ما ديرناش الكوارث هادي، أتونسيون. إذا هادي واش تساوي لنا ستة ناقص اثنين جدر تربيعي. دوكا واش الخدمة اللي عندك؟ هادي هذه راهي عبارة عن متطابقة شهيرة رقم ثلاثة، أ ناقص بي في أ زائد بي، واش تقول لي هنا؟ تقول لي ثلاثة مربع ناقص اثنين جدر اثنين مربع، خلصتها خلص. واش تساوي لنا؟ ستة ناقص اثنين جدر، هذه بقى صفيرة، تسعة عند المداخل الجدر. هنا واش عندي؟ عندي تسعة، هنا عندي ربعة، اثنين مربع في جدر اثنين مربع، ربعة في اثنين ناقص ثمانية، ها أوكي. واش تساوي لنا؟ ستة ناقص اثنين، هذا واش يساوي؟ واحد، جدر واحد، ستة ناقص اثنين جدر واحد، جدر واحد هو واحد، بمعنى تساوي ستة ناقص اثنين، ستة ناقص اثنين واش تساوي لي؟ أربعة، تساوي أربعة. ها واش سقسيك هو؟ قالك اسكو عدد طبيعي؟ نعم لا، أربعة خي تنتمي إلى أن، بمعنى الاقتراح الثالث صحيح، اكتبها أنت كتابة، الاقتراح الثالث صحيح، أوكي، كمل. راح حتى لهنا فاهمين. رابعا السؤال الرابع عنده علاقه بالقيمه المطلقه، القيمه المطلقه درنا عليها فيديو وديتها بالصفر، عاود اللي مش فاهم يعاود يتفرج برك. هنا عندي جدر 3 ناقص بي الكل مربع يساوي 3 ناقص بي، ناقص بي اوكي. هنا يا جماعه هادي لو قريناها من قبل، ثلاثة ناقص بي مربع، دوكا انت هاديك تخرجها بالقيمة المطلقة، تكتبها ثلاثة قيمة مطلقة ثلاثة ناقص بي، دوكا على حساب المقدار اللي داخل القيمة المطلقة، إذا كان عاد موجب نحي العريضات ما دير والو، ولي عاد سالب نحي العريضات بصح عكس الإشارات، انت هنا ثلاثة تنقص لها ثلاثة فاصلة 14 بالتقريب، هنا هذا واش هو المقدار خي سالب نحي العريضات بصح عكس لي، النتيجة تساوي ناقص ثلاثة زائد بي، بمعنى تساوي بي ناقص ثلاثة. معناتها الاقتراح تاعو او غلط، الاقتراح رقم اربعة واش به؟ خطأ غلط اوكي. خمسة السؤال الخامس هادو فيه بياج، نتولى شوف هنا خمسة ناقص واحد ينتمي الى المجال ناقص سبعة ناقص واحد، هنا فاتح على المجال، كون ديتكم هكا برك واش تقول لي ناقص واحد هل هو يتساوي لا يتساوي باسكو فاتح على المجال، بصح انا شوف واش زدنا كسبنا لك،
اتحاد ماذا؟ اتحاد ناقص 2 0. تسمى بحسبت لي انت الجواب النهائي، وبالك ينتمي المجال هذا اللي بالازرق، هي ما ينتميش اللي بالاحمر، وبالك ينتمي المجال اللي بالازرق. شوف ترى شو رجع الهضره. اذا هنا الاقتراح هذا هو صحيح ولا غلط؟ صحيح. الاقتراح صحيح. علاه؟ لان ماشي شرط يكون ناقص واحد ينتمي للمجال هذا، ما ينتميش على روحه، خي قال لك ينتمي لهذا، اتحاد يتعني او، المهم ينتمي لواحد فيهم. على حد ثاني ان ناقص واحد ينتمي الى المجال ناقص نصف، ما يكلفنيش بالسؤال تاعك، ما ينتميش هنا على روحه، غير هنا ينتمي. لاباس تقول باه يكون ناعم، لازم هنا ما ينتميش وهنا ما ينتميش. داكور؟ كون كتبتي هنا ناقص واحد دوك نقول لك لا ينتمي، هذا ما قابلوش وهذا ما قابلوش. أسئلة تاع في البياج. اوكي خمسة بون فهمناه. سادس خدمنا مثال يشبه له في المجالات يا جماعة في التقاطع والاتحاد، وديت لكم جميع الحالات اللي موش فاهمهم يرجع الفيديو، ديت لكم كلش. ها السادس، بالنظر صحيح ولا غلط؟ صحيح. ستة ها واش قال لي في السادس؟ ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة خمسة نقاطعها مع ماذا؟ مع خمسة ثمانية تساوي العنصر خمسة. نعم هي نعم. هنا الاقتراح السادس صحيح. لماذا؟ هذه اللي كانت شفتوها جماعة خف منها هكا، لأن الحمد لله، لان الخمسه عنصر مشترك. شوف معايا هنا باش تسمى بلي التقاطع، اسكو الخمسه ينتمي الاول ينتمي الثاني، ها ناقص ثلاثة. الحمد لله المعذرة الى اخره حتى توصل واش الخمسة. هذا يبدا خمسة ستة مثلا سبعة ثمانية، هذا مثال تصوتي فقط صح. هنا هل الخمسة هذا عنصر مشترك، بمعنى ينتمي للمجال الأول الحمد لله، ينتمي للمجال الأول المجال الثاني. نعم هي نعم، هذا هو التعليل تاعك، واش يقولوا اقتراح راهو صحيح، لأن خمسة ينتمي عنصر مشترك، ينتمي للمجال ناقص ثلاثة خمسة، و خمسة ينتمي للمجال الثاني اللي هو خمسة ثمانية. بمعنى خمسة عنصر شبيه مشترك المجالين، هذا ما كان. اوكي نزيد هذا فهمناه. المثال هذا جماعة خدمناه هو بعد سبعة، واش مدولنا؟ مدلنا مثلا هذا سميوه بي، العدد بي واش يساوي؟ ها قيمة مطلقة ثلاثة ناقص بي، ها ناقص قيمة مطلقة تاع ناقص بي، ناقص قيمة مطلقة سبعة ناقص اثنين جدر اثنين، ها ناقص اثنين جدر اثنين. قالك اسكو العدد هذا هل بي عدد ناطق؟ هذا قالك اسكو راهو عدد ناطق. داكور اوكي ركز، عدد ناطق يا جماعة قبل ما نحسبو. أو تلقى عدد طبيعي وتقول لهم واش عدد ناطق طبيعي تسمى محتوى في مجموعة أعداد الناطقة، تولي تسطيح لي في لي بياج هنا، ولا تلقى عدد صحيح ولا تلقى عدد عشري. العدد الطبيعي عدد ناطق، العدد الصحيح عدد ناطق، العدد العشري عدد ناطق. داكور؟ مش شرط تلقى تسمى عدد ناطق بعد كيما قال هو، هيا روحو كي فهمنا. دوكا هادي تا هادي باه كيف ترجمو الكتابة تاع القيمة المطلقة، القيمة المطلقة تاع ثلاثة ناقص بي كيما هضرنا قبيل، إذا كان عاد سالب عكس لي كيما هنا راهو سالب عكس لي، هنا هنا ثاني سالب عكس لي، هنا جمع سبعة ناقص اثنين جدر اثنين باين بلي موجب، باين بلي المقدار هذا واش بيه موجب، ها باسكو هاديك كنت ربحات 49 دير تربحات فيها 8 موجب، تسمى هنا ما دير والو، خلي لي برك هادي ما بين قوسين باه ناقص هادي متغلطكش، ناقص اثنين جدر اثنين غتبقى كيما راهي. إذا بي ماذا تساوي؟ هنا عكس لي ناقص ثلاثة زيد بي، هادي ناقص سحب هما، هنا عكس عكس لي قيمة مطلقة ناقص بي هي بي، هاي بي هنا ناقص فتح لي قوس، كون ما تحطش القوس كلش راح،
مقدار هذا موش بس بوكي مع رامو 7 ناقص 2 جذر 2 ناقص 2 جذر 2 هاي بس عملية بسيطة تقول لي من هذه بارك صورة تنطق ناقص حفي زوج النتيجة ناقص 3 زيد بي ناقص بي ناقص 7 زيد 2 جذر 2 ناقص 2 جذر 2 شوف شو عندك اختصارات ها واش عندنا هنا عندنا البي تختصر مع ناقص بي و 2 جذر 2 تختصر مع ناقص 2 جذر 2 ها وجدنا ناقص 7 مع ناقص 3 النتيجة واش تساوي لي ناقص 10 ناقص 10 يا جماعة الهضرة تاعي سير بي هو صح وعد صحيح بصح مجموعة الأعداد الصحيحة وتعود تكل هي محتوى هي مجموعة الأعداد الناطقة تولي تغلط مثلا الاختيار تاعو صحيح ولا بس بيه أتونسيون ركز هاك نوضح لك اللي هنا ها هنا يا ناقص 10 ناقص 10 اوعد هذا ينتمي الى مجموعه الاعداد الصحيحه يعني معاك بصح ما تنساش بلي مجموعه الاعداد الصحيحه اي محتويات في مجموعه الاعداد الناطقه تسمى واش رايك في ناقص 10 عدد ناطق ما مش عدد ناطق عدد ناطق ناقص 10 راهو عدد ناطق نورمال اذا الاقتراح تاعو شبيه صحيح الاقتراح ها 7 صحيح فوالا طربيا اوكي الكتابة العلمية الكتابة العلمية هذا سؤال سهل ها واش عندي عندي 8 الكتابة العلمية ها الكتابة العلمية واش هو العدد 640 ضرب 10 و ناقص 2 هادو واش يساوي شوفوا يا جماعة كلوز سيستم هنا 640 بس تبان تاع الشكل العلمي معناتها هنا الفاصلة تقدمها بزوج اليسار تكتب 6.40 لا فاصلة 4 في 10 دوكا نساهمو على القوة برك نساهمو مادام فاصلة ديسان اليسار القوة تجي موجبة وكل فاصلة ديها اليمنى القوة تجي سالبة ديها قاعدة ديما العكس ديما حطها بالعكس تولا تغلط هنا تسمى هادي 6.40 في 10 مربع فاصلة راحت اليسار 10 أس زيد 2 ماشي أس ناقص 2 في 10 و ناقص 2 إذا النتيجة 6.4 في 10 قوة 2 ناقص 2 واش تساوي لنا 6.4 في 10 قوة 0 هذا ما كان أوكي شو اقترح علينا هو قال لك 6.4 في 10 مربع اقتراح تاعو غلط الاقتراح رقم 8 غلط اوكي المثال اللي وراه هو حساب برك ما فيه والو فيه والو هاي هاك نبداو هنا اوكي عندي هذا كنت نسميه المقدار تسميه مثلا سي صحة المساواة هذا بالعنوان تاعو 9 اسكو المساواة صحيحة ولا غلطة هيا سي سي واش تساوي 2 على جذر 33 مضروبة في جذر 363 363 نعم عفوا مرض جذر جذر البسط بركة 363 قسمة جدر 2 مكسور هاي هاي جدر 363 هنا جدر 33 يا جماعة جدر 33 وشو يساوي لي هو جدر 3 في جدر 11 عاد لنا هذا برك جدر 363 هذا وشو يساوي ها 363 تحب دير سحلية صحة 363 حللها تقسمها على 3 حسب بالحاسب على شو الحساب باين 121 121 نقسم على 11 عفوا ديروش عليا شوية مريض اليوم هذه قسمها 3 121 ها هذه قسمها 11 مباشرة تساوي 11 11 بدا فيها واحد بمعنى هذا كيف تكتب 3 في 11 مربع وشو يساوي لي يساوي 11 جذر 3 بيان صايف هاي هاي بسط لنا تشوف العبارة سي
سي تساوي 2 قسمة ها جذر 40 تساوي 3 في 11، هذه مضروبة في جذر 40 ها نكسبها طول نعوضها طول عوضها طول 11 جذر 3 سي بون ها قسمة ماذا جذر 2 ناقص 1 تساوي هذه يا جماعة ها بما نطولش عليكم هذه جذر 33 تقدر تقول جذر 3 في جذر 11 هاكا هاكا جذر 3 في جذر 11 ها واش تساوي تقدر تختصر تقدر تختصر جذر 3 هذه تختصر مع جذر 3 من هذه جذر 11 والله معليش نكتبها لكم باش تفهموا 2 في 11 ها على هذه جذر 11 جذر 11 في 1 على هذه جذر 2 جذر 2 ناقص 1 هذه لازم ننطقوها كيف ننطقها واش دير اضرب في جذر 2 زائد 1 نقسم عليها نقسم عليها قسمه جذر 2 زائد 1 شغل ما درت والو داكور اوكي ها كمل كمل لي اذا العدد سي وشو يساوي لنا هذه يا جماعه شوف معايا هذه تقدر تزيد تنطق هنا ثانيه تقدر في جذر 11 وقسم عليها واش راح تقول جذر 2 في 11 في جذر 11 على 11 هكا ضربت جذر 11 وقسمت عليها عليها بها انخصاصر بهذه انخصاصر مع هذه داكو في في ها في واش عندي هنا هذه هذه جذر 2 زائد 1 قسمها هذه أ ناقص بي أ زائد بي هذا في هذا هذا في هذا هاو يساوي جذر 2 زائد 1 هذا في هذا أ مربع ناقص بي مربع خلص جذر مربع 2 مربع ناقص 1 مربع تساوي لنا 2 جذر 11 في ها عندي هنا جذر 2 هنايا زائد 1 قسمها 2 ناقص 1 معليش نكتبها لكم هاي بالديتاي 2 ناقص 1 كم يساوي 1 كل واحدة ما تزيدش تكتبو ما تزيدش تكتبو واش تساوي لي 2 جذر 11 في جذر 2 زائد 1 من بعد وزع كل واحد يدي جذر 2 تاعو تولي هكا 2 جذر 11 في جذر 2 زائد 2 جذر 11 في 1 هاي بالتفاصيل تقدر تقول هنا جذر كلي 2 جذر 22 زائد 2 جذر 11 وشوفوا هو واش تصرف عليك وجاوبو قال لك صحيح ولا غلط الخير جمع تبديل يا جماعة ها تقول هذا زيد هذا ولا هذا زيد هذا كيف 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 بعضها شوف معايا ها نعدلوها كيما قال هو ونقولوا له بلي صحيح الجمع التبديلي عندي 2 جذر 11 زائد 2 جذر 22 الاقتراح الاقتراح قدر الرقم تاعو هذا 9 صحيح صح 9 صحيح بيان نروح رابيدمون كملنا العاشر نكمل السؤال العاشر الاقتراح العاشر هل المساواة صحيحة؟ هل المساواة صحيحة؟ هيا عندنا إكس أس إن زائد إكس أس إم مربع ناقص إكس أس إن ناقص إكس أس إم مربع تساوي اسكو تساوي 4 إكس أس إن زائد إم يزعود هنا بيناتهم ناقص الجواب راح يجي نعم بصح كون زعود زائد الجواب راح يكون لا هيا نشر هذه متطابقة جماعة طابقة شهر رقم واحد رقم واحد وهذه متطابقة شهيرة رقم اثنين وهذه حدايا تولى هي تحم كامل هي تولى هيا نشر واش نقول اللول مربع اكس اس ان مربع بمعنى اكس اس اثنين ان زائد ثاني مربع اكس اس ان مربع بمعنى اكس اس اثنين ام ها زائد اثنين اكس اس ان زائد ام اللهم نختصر لكم باش تعودوا ما تساهموش اللهم نخدم بعقلي خير هاي
تفاصيل ما فهمناش. الاول مربع هك، الاول مربع زي الثاني مربع زي 2 في الاول في الثاني. هاي حط الاول تاعك وش هو اكس اس ان، اكس اس ان، وهنا اكس اس ان، اكس اس ان ساي. هذا نشرت على الطريقه الاولى ناقصه، هاي ناقص وفتح لي عارض قلت لي هذا السمس حم كامل. على كيف كيف هضر بنفس اللغه، الاول مربع زائد الثاني مربع ناقص 2 في الاول في الثاني، ناقص 2 في الاول في الثاني. هنا عندي اكس اس ان، اكس اس ام، اكس اس ان، اكس اس ان. هكا هكا مستحيل ما تفهمش. هاي اكس اس ان تكون مربع، خلينا نضرب الاسس، تولي اكس اس 2 ام. هنا ثاني ضرب الاسس اكس اس 2 ام زائد 2. هنا مادام عندك نفس الاساس وعندك جداء، اجمع الاسس اكس اس ان زائد ام بيان ناقص فتح لي قوس نفس الشيء اكس اس 2 ام زائد اكس اس 2 ام ناقص 2 اكس اس ان زائد ام. ها ناقص هذه يا جماعه يسحب كامل. ها اتونسيون، ها زدنا سطر حط تساوي على ولي اكس اس 2 ان زائد اكس اس 2 ام زائد 2 اكس اس ان زائد ام. هادو عكس عملي بكل ناقص اكس اس 2 ان ناقص اكس اس 2 ام زائد 2 اكس اس ان زائد ام تساوي على درجة. هاكا عندك اختصارات، هذا يلغى مع هذا، وعندي هذا يلغى مع هذا، النحو تاع عكسين. عندك 2 اكس اس ان زائد ان وزيد لها نفسها بعد، زيد لها 2 اكس اس ان زائد ان بدا يوليو 4. تسمى النتيجة 4 اكس اس ان زائد ام. الاقتراح اقتراح 10 صحيح صحيح اوكي داكور. هيا هنايا هل العدد، هل شو معنا اسكو العدد 667 وولي هنا في الصيغة وولي سعد دا جمع. واش قلنا؟ خي قلنا نستخدم واش جدول، ها نشوف العدد هذاك اسكو يقبل القسمة على القواسم الأولية الأصغر منها. شفنا طريقة معينة لازمك تسبحها. هاي واش قال لي؟ 11 ها العدد 667 أولي. دونك هنا ما نعرفوش، حنا ما بالناش واش نروحو نديرو، نديرو الطابلو. هنا كمعلومة جماعة، كمعلومة بندير حسابي ونحبس في حالة ما إذا كان غير أولي قبل ما نبدا نخدم. تقدر تعاون مراك بالمعلومة هذه، يجي درت 667 شحال أبيباي شحال في التقريب؟ جي 25 فاصل جدرت 3 ربعي 667 ها 25.82 25.82. نسى هنايا بعد ال 25 توقف، لكن في حالة ما إذا كانت العدد إجابات بكل لا بعد ال 25 توقف عن عملية القسمة، تسمى بها دير حسابك. فهي أوكي هنا واش نكتب؟ تسمى دور التعليم. هنا القواسم الأولية، هنا هل يقبل العدد القسمة؟ نجاوب نعم أم لا، وهنا تحطنا حاصل القسمة. هنا جماعة كل واحد يسبع تاريخ السادوة، أو كاين اللي يحط الحاصل كاين اللي يحط الباقي، كل واحد كيف قاعد يخدم. تسمى هذه الطريقة اللي يخدموا بها أغلبية الأساتذة، هذه هي، حنا نحترموا رأي كل أستاذ. القواسم الأولية واش عندي؟ عندي 2، ها، 3، 5، 7، 11، ها، 13، 17، 23، قلنا راه 25 نحبس 26، لكن جاوب إجابة هنا بكل لا. عارف بلي هذا أولي، كي يقول الجدول لا حنا نقولو نعم، ما اختصاش هذيك ديما العكس، ديما العكس. هاي استعمل الحاسبة،
هيا اسكو العديق بالقسمة على اثنين بين بلي جوف لا هنا لا بين بلي لا مجموع الارقام لا يقبل القسمة على ثلاثة باسكو عندي 12 و7 فيها 19 لا رقم الاحد ما هو صفر ما هو خمسة بين بلي ما يقبلش على خمسة لا تحسب بالحاسبة داكور ولا حبيتو حنا حاطين الحاصل حسب لنا 667 تقسيم ماذا تقسيم 2 ايكال 333.5 عفوا ومن بعد نمشيو بالعجلة برك وبدل الرقم هذا 3 ما تبطلش هنا عندي 222 فاصل 33 الجواب لا زيد نمشي بالعجلة نعوض 3 ب 5 عندي 13.34 زيد هيا نعوض 5 ب 7 شو تساوي 95.28 الجواب لا ما يكونش القسمة بمعنى على 11 60.63 الجواب لا كمل على 13 عندي 51.3 الجواب لا على 17 39.23 جواب لا كذلك أزيد عندي 23 فيها 29 هنا نعم هنا فيها 29 دوك هنا 99 يا جماعة هنا واش نقولو له قال العدد العدد 667 ليس أولي على لأن كون جاء أولي يا جماعة تكتبها كنفسه في الواحد وخلاص هذا ما كان سما عنده أكثر من قاسمين لأن 667 وش يساوي؟ يساوي 23 في 29 داكور بمعنى عنده له أربع قواسم سما هذا عنده أكثر من قاسمين هنا كتوضيح للفهم الجيد نعطيك العدد الاولي كيف تكتب على شكل جوده ادي اي رقم منها مثلا سبعه سبعه اولي علاه لان سبعه عنده كتابه واحده هي سبعه في الواحد سما ما تكتبش كتابه اخرى ما عندوش كتابه خلاف سما عنده قاسمين الواحد ونفسه وفراس هذا مكان بصح هذا او ما تكتبش 667 في واحد او تكتب 23 في 29 سما ماهوش اولي وعنده اكثر من قاسمين عنده اربع قواسم داكور اوكي سي بون السؤال الاخير في التمرين الاول سؤال اخر مركز هاي بيان سؤال 12 اش قالك قالك اذا كان يساوي جذر اثنين ناقص واحد فإن الأ مكعب هو الكبير الأ مكعب أكبر من الأ مربع أكبر من الأ نشوفوا إذا كان صحيح ولا غلط هاي يا جماعة هنا الأ ساعك شوف معايا هنا يجب تعيين حصر للعدد أ أولي اسمها قصد كير يا جماعة قصد كير العدد الأ محصور ما بين صفر وواحد الترتيب كيكون هكا هكا قريناها أ أ مربع أ مكعب لكن هذا يسار هذاك راح يكون يمين العكس تاعو ولكن الأ أكبر من واحد الترتيب راح يكون العكس أ أ مربع أ مكعب وبرهان رقم تسعة لكن هذا قال يمين هذا راح يقول العكس تاعو يسار هذا قصد كير فقط هذه بسمة مش محتسمة تكسبها انت بالورقة أنا قاعد نفهم فيك اسمع افهم اليوم ما نقدر نهضر والو ولا هنايا باش تلقى انت الحصر تاع جذر 2 ناقص 1 هاي احسن اجابه 2 محصور ما بين واش واش هايا 2 محصور ما بين واش واش هايا ما بين الواحد و 4 هكا هادي احسن اجابه كي تجذر الطرفين نجذر ماذا نجد جذر واحد اقل من جذر 2 اقل من 2 ها ومن بعد هنايا نطرح لا نضيف ما نقولوش نطرح نضيف ناقص واحد ك
كي سيدني ناقص واحد الاطراف كامل، واش راح تلقى جدر واحد وواحدة. هنا واش راح تلقى؟ تلقى واحدة ناقص واحد، ظهر بالديتاي. جدر اثنين ناقص واحد اقل من اثنين ناقص واحد، ظهر بالتفاصيل. سما هذا الار محصور ما بين الصفر والواحد. سما واش من حالة راك؟ ما نعرف واش نضرب، رانا في الحالة الأولى. سما الترتيب يا جماعة فراح يكون ا مربع ا مكعب هاك. لكن هذا قال يسار، هذاك راح يكون يمين، راح يكون يمين. سما ا هو الكبير فيه ولا هذا؟ أو عكس واش قال، أو عكس واش قال هنايا، بمعنى ا مكعب قل من ا مربع قل من ا. سما الاقتراح تاعو هذا رقم 12 غلط. الاقتراح رقم 12 خطأ، غلط. سي بون، هذا هو التمرين الأول عليه تم نقط. التمرين اثنين يشبه التمرين اللي قطيت في أول فيديو في مبرهنات الحصر جميع الأسئلة، يشبه له. هايا التمرين اثنين عليه 6 نقط. واش بدو لنا لهنا؟ قالك الأ محصورة ما بين 2 و 3 و البي محصورة ما بين ناقص 4 ناقص 3 تعيين حصر لكل من. هاي نبدا وي حصر سعوش 3 ا. اولا 3 ا، عندنا ال ا تاعنا محصورة ما بين 2 و 3. هنا كيزدر في 3 3 ساهمين ساهمين ساهمين. الناتجة ماذا تجد؟ تجد 6 اقل من 3 ا اقل من 9. سي بون هاكا زدي على مسك، زيد زيد. قالك لقى لي حصر تاع بي مربع، بي مربع هدايا. ها عطيني المعلومة اللي عندك على البي. بي محصورة ما بين ناقص 4 ناقص 3 ها مربع، ونغير الأطراف باسكو سي با. كي تربع هاي هادي قداش تخرج؟ تخرج 9 كسبها من بي مربع يبقى في بلاصتو، هذا يخرج 16 تسبو منا. خلي الاتجاه يبدا على روحو هكا. هاي 9 صح قل من 16، 9 قل من 16 سي بون طيب مليح. يزيد قالك 3 أ زيد بي مربع، دوكا تجمعهم طرف طرف. النتائج اللي لقيت هاي تولي معطيات كبرها نتا عليها، زدانيش بالزيرو. هايا دوكا ثالثا قالك 3 أ زيد بي مربع، بمعنى هنا معاونوكم النتائج اللي لقيت لي هادو كسبها ملي تحت 17. 3 ا عندي بي مربع عندي. ها 3 ا ها محصورة ما بين 6 و 9، وعندي بي مربع محصور ما بين 9 و 6 10 بالجمع. بالجمع وخلصت بعد، بالجمع طرف لطرف. بعد نجي 6 زائد 9 ها 15. عندي هنا 3 ا زائد بي مربع، عندي 9 و 16 دير فيها 25، 25 صحيح. هاي نتيجة كيما سيستم من قبل. الله ديما تشوف هنا قارن هذا بارابور لهذا، اسكو صح اقل؟ نعم ها 6 اقل من 9، 9 اقل من 16، خدمة ساعة كي مليحة. روح كملي. ها زاد قال لي 2 بي، 2 بي هايا حصل 2 بي. هاتنا البي تاعك، البي محصورة ما بين ناقص 4 ناقص 3 ها بالضرب في 2، بالضرب في 2، 2 تاع هادي تاع هادي تاع هادي. ها بدل نجد ناقص 8 عندي 2 بي هنا، واش عندي ناقص 6 ها 2 بي تاعك. ها زيد قالك دركا حصلت ا ناقص 2 بي، ا ناقص 2 بي هادي 2 بي عندك انت. شوف معايا 2 بي اي عندك، شوف شو عندنا. ها ال A بدير حساب باسكو كي بي اجل من A محصورة ما بين 2 و 3 ها، و 2 بي محصورة ما بين ناقص 8 ناقص 6. أمر هذا ثاني تفدتنا فيه. ها أو ما تقدرش دير الطرح حذاري، أو لا يوجد طرح في المتباينات تولهن من الكوارث هذي. هايا حذاري لا يوجد طرح في المبرهنات. دونك تعود تقول هذا ناقص هذا، تقول لا ديجا هنا كيتخرج لك 10 وهنا تخرج لك 9، مش لوجيك هدرتك غلط بيه بلي غلط. هنا وإنما يوجد جمع، تقدر تجمع. هايا
عدل لنا الأطراف، عدل لنا الساعة هذا ناقص بعيد. اسمها هذه، هذه اضربها الساعة في الناقص، وبدنا لنا الأطراف تجي خليه كما راه ما يسقلش، وهادو اكتبهم مع بعضهم بجي خدمة واجدة. سما الأ ما عنديش خدمة فيها، اثنين أقل من أ، أقل من واش من ثلاثة، كي تضرب في الناقص هنا هذه تصبح ستة، وهذه وش هي ثمانية، ثمانية واللي في النص يصبح ناقص اثنين بي. الاتجاه يبقى كيما راه، وها هو غلط على روحك، هنا خي ستة خي قل من ثمانية، كتير من اللي غلط. روح اوكي بالجمع، هنا بالجمع طرف لطرف ماذا نجد؟ نجد ثمانية أقل من أ زائد ناقص اثنين بي، بمعنى أصلا أ ناقص اثنين بي، ثلاثة زائد ثمانية كم تساوي 11، فراس هذا مكان من الآخر صحيح. هاي 8 يقل من 11، عندك الحق. ها قال لك دركا قال لي الحصر تاع واحد واحد على ا ناقص 2 بي، دونك غادي بريباري هادي. راح مقلوب سما هذيك برهنت عليها، كمل منها بعد، كمل منها. قال وجدنا سابقا 8 اقل من ا ناقص 2 بي اقل من 11، نقلب نغير الاطراف دلي بلايص 11 هذه جيبها هنا، كل واحدة 11، 8 هذه تهزها هنا، واحدة على 8، هذه خليها بلاصتها، واحدة على أ ناقص 2 بي، وخلي الاتجاه كيما راه بيا، صح أوكي، زيد، قال لك خي تعمل 3 أ زيد بي مربع على أ ناقص 2 بي، هاي عندك راه يعني بس ما فاصيتهاش، هاي، 3 أ مربع قسمة أ ناقص 2 بي. هذه في الحقيقة واش تساوي؟ تساوي 3 أ زائد بي مربع في واحد على أ ناقص 2 بي، كما هنا ثاني معاونوكم. رايت حطنا الحصر تاع هذه، عندنا 3 أ زائد بي مربع محصورة ما بين، محصورة ما بين 15 واش ثاني و 25 أوكي، والحصر الأخر هذا هاسو ها، واحد على أ ناقص 2 بي، واحد على أ ناقص اثنين بي محصور ما بين واحد على 11 واحد على 8، واحد على 8. ها واش دير هنا؟ ضرب طرف لطرف، وكتاب ما عندكش لي ضربات ديال الضرب، كي تعمل أطراف مختلفة ما عندكش لي ضربات ديال الضرب، خلاص. هنا مادام هنا الأطراف هادو يا بكل موجبين يا بكل سالبين، سينو ما عندوش لي ضربات ديال الضرب. قال هنا بالضرب طرف لطرف، ها طرف لطرف بدا نجيب 15 في 1 على 11 أقل من 3 أ زائد بي مربع ضرب 1 على أ ناقص 2 بي أقل من 25 ضرب 1 على 8. ها في ثامن 15 على 11 أقل من 3 أ زائد بي مربع قسمة أ ناقص 2 بي أقل من 25 قسمة 8، هكاك عندك 6 نقط تاعك. سي بون، نتوقف هنا، نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله مع الجزء الثاني، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.